دابا هاد الايام ولاش كتفاجئني، كدير شي حوايج ما تنتوقعهمش منها، بحال البارح انا تنهضر معاها وما ما على باليش بها، حتى ولات كتجي عندي كتقول لي ماما واش ما تسمعيش انا راه تنهضر معاك. دابا هاد الايام انا اللي كنت كندير لها ليكوش، انا اللي كنت كندير لها كلشي، ولكن هاد الايام الاخرى ولات هي تجي عندي كتقول لي يا ماما انا غنصايب ليكوش ديالي راسي، انا كتمشي تجيب لي الحليب راسها، كتصايب الرضاعه ديالها راسها وكلشي ديالها راسها، لانه بعد ايام الا توضرت لها السكاته كتمشي للحانوت تجيبها راسها. عامين وثلاث شهور ما توقعيش من دريه غدير هادشي كامل، ولكن ما هي كدير هادشي كامل ما فهمتش، هادشي هو اللي فاجئني بزاف فيها. دانينو رفيق طفلي في كل اول خطواته.